بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف طريقة تعريف طبعة الباركود او طبعة الاستيكرات. ده ملف التعريف بتاع الطبعة، هضغط عليه دبل كليك بالماوس او دبل تاتش لو انا شغال بشاشة لمس، اعلم على الخيار اي اكسبت واعمل نيكست، اكمل نيكست، بعدين اضغط على الخيار فينيش، بعلم هنا على الخيار اللي هو انستول برينتر درايفرز، بعدين نيكست، بعدين اكمل نيكست نيكست لغاية ما ايه فينش في الاخر، وهيبتدي هو يعرف معي الطابعة. هو ده اخر حاجة بيقول لي انستول انذر برينتر، عايز تعرف طابعة اخرى ولا كلوز. انا طبعا هضغط على كلوز، بعدين هروح الكنترول بانل او لوحة التحكم لو انا شغال بويندوز عربي، اختار اللي هو الهاردوير اند ساوند، اختار اللي هو الديفايس اند برينتر او الاجهزة والطابعات. تكون طبعا طابعة الباركود بالشكل ده معرفة على الجهاز. عايز اظبط اللي هو مقاسات الاستيكر بتاعي، كليك يمين على الطابعة، كليك يمين بالماوس، بعد اختار اللي هو البرينتر بروبرتيز او خصائص الطابعة، تمام. هختار البريفرنس او التفضيلات، نضغط على نيو عشان انزل حجم الورق بتاعي. ممكن انا شغال باللي هو 50 × 25 مقاس، اللي هو حجم الورق اللي هو 50 × 25 ارتفاع، اللي هو او 5 × 2.5 50 × 25 ملي. اعمل اوكي، بعدين ابلاي، بعدين اوكي. اخر حاجه هعمل على اضغط على التست بيج عشان اطبع صفحه اختبار واتاكد انه الاعدادات بتاعتي كلها مظبوطه. خلاص، اول ما طبع معايا التست خلاص كده انا اعداداتي كلها مظبوطه والطبعه معرف معايا بالصوره المطلوبه.